السلام عليكم. النهاردة يا حبايبي هعمل لكم بقية زينة رمضان. كل سنة وانتم طيبين. بإذن الله هعمل لكم اللمض بس ايه بشكل تاني. معانا بواقي خيوط سودا عشان نعمل القبة بتاعت اللمبة من فوق، ودي حبة خيط صغيرين نعمل بيهم اللمبة يدوبك هيكفوا، ودي ابرة هوريكم اعمل بيها ايه، ومقص قص بالخيط وإبرة حسب نوع الخيط وسمكه، وده قلم عشان أدخل بيه الفايبر، وده الفايبر ماشي. شوف هنعمل ايه. أول حاجة هنعمل الغرزة السحرية اللي اتعودنا عليها، ودي بتيجي ازاي اهي، نعمل كده واخدينها كده خلاص كده، دي كده الغرزة السحرية. هنعمل 6 غرز حشو، 1 2 3 4 5 6، ونشد الفتلة ونعمل عند أول غرزة نعمل غرزة منزلقة. ناخد فتلة عشان نعمل علامة بدل المارك، نحطها بين الإبرة كده ماشي. هنعمل في كل غرزة حشو 2 غرزة حشو، واحد 2، الغرزة التانية 1 2، واحد 2، واحد 2، واحد 2، الستة 1، وننقل العلامة. وهنعمل غرزة حشو في أول غرزة، نص، يبقى كده بقوا كام؟ بقوا 12. هنعمل بعد كده 1 غرزة حشو، 2 اللي جنبها 2 غرزة حشو، ونكرر 1 غرزة حشو، 2 غرزة حشو، 1 2 في اللي جنبها، 1 2 اللي جنبها، 1 2 اللي جنبها، 1 2 اللي جنبها. هنغير المارك خلاص. هنعمل السطر اللي جاي
2 واحدة، يعني واحدة عند كل غرزة حشو مرتين، يعني الغرزتين واحدة فوق كل واحدة، وبعدين التالتة هنعمل فيها 2، هنقول واحدة فوق واحدة، واحدة فوق واحدة، 2 فوق واحدة، واحدة فوق واحدة، واحدة فوق واحدة، 2 فوق واحدة، واحدة واحدة، 2 واحدة واحدة، 2 واحدة واحدة، 2 ونغير العلامة. خلاص نعمل من غير تزايد ولا تناقص على كل واحدة واحدة، هنعمل كده مرتين، هنعمل كده سطرين غرزة على كل غرزة حشو، هخلصهم وارجع لكم. اسف يا حبيبي، انا قلت لكم سطرين فوق كل سطر فوق كل غرزة، لا دول 5 سطور اهي، بقت كده اصبحت كده شكل ايه، شكل الطاقية كده اهوت الصغيرة، يبقى 5 سطور اللي احنا عملناه. خلاص نيجي نعمل ايه، خلاص حطينا العلامة، هنعمل تناقص في التالتة وفي الرابعة، يبقى كده 1 2 عند الفرعين اللي ورا، هناخدهم مع بعضهم ونعمل غرزة حشو، 1 2 في التالتة والرابعة هناخد حشو، 1 2 في التالتة والرابعة ناخد حشو، 1 2 تالتة والرابعة حشو، 1 2 تالتة والرابعة حشو، 1 2 خلاص كده خلصنا السطر، هنحط العلامة وهنعمل سطر كامل بدون تناقص ولا تزايد، 1 اخلصه وارجع لكم. خلصت السطر وحطيت العلامة، هنعمل غرزة حشو تناقص في التانية، في التانية والتالتة، 1 حشو تناقص في التانية والتالتة، 1 حشو تناقص في التانية والتالتة، 1 حشو تناقص تانية والتالتة، 1 حشو تناقص في التانية والتالتة، 1 حشو
بص تانية والتالتة. خلاص هنعمل، هنغير المارك، هنعمل بالشكل ده سطرين فوق السطر ده بدون تزايد ولا تناقص. هكمله وارجع. اهو بقيت بالشكل ده، اهي اللمبة. هنبتدي بقى نشبك اللون الأسود ونربطه أصلا. ونعمل فوق العشرة عند كل غرزة حشو غرزة حشو، ماشي. هخلصهم وارجع لكم. هي كده بالشكل ده. هنقص الخيط ونسحبه نعمل الإبرة ونحاول نجمع كل الغرز. خلاص بعد كده هندخل الإبرة كده في أي مكان ونشد الخيط. عملت 15، وبعدين عملت 3، وبعدين هعمل كده النص كده. اخد اي غرزة في النص واسحبها بحشو، وبعدين اخد 3، وبعد كده اعمل ادخلها في الغرزة الثالثة واسحبها منزلقة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. ونعمل 1 2 3، ماشي. هاخد اللون التاني اهو، احطها في النص في اي غرزة، وبعد كده نعملهم حشو. 1 2 3، واروح دخلها في تالت غرزة واعملها منزلقة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 1 2 3. عند اللمبة كده في النص واخد غرزة حشو. 1 2 3. هي عند تالت غرزة
واعملها منزلقة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة 11 12 13 14 15 ماشي، دول 15 اساسيين. خلاص مش هنحط التلاتة تاني لان التلاتة كده احنا خلصنا اللمض. هنعمل 10، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ونقفلهم منزلقة عشان يبقى دي ايه التعليقة اللي احنا ايه هنعلقها بيها. ماشي، ونقص الشغل. ونسحبه. وكده. كده اللمط اهي بالشكل ده. طبعا هتلاقي واحدة ممكن تكون اكبر من واحدة عشان الخيط كلها بواقي، فلو انتوا عندها هتشتروا خيط يبقى هو نوع واحد بيبقى طبعا افضل. يا رب يعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.